صباح الخير مشاهدينا، ولقاء جديد يجمعنا معكم مشاهدين تلفزيون دولة الكويت في برنامج ترانز وجولة سريعة بين منصات التواصل الاجتماعي. خلال العرض الحي الأول للفنون التراثية وتحت عنوان دار الجمايل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، تداول المغردون مقطع فيديو وطني ظهر فيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وهو يؤدي العرضة الشعبية في ساحة العلم وسط فرحة أعياد وفخر إنجازات. يقول المغردون ليت الليالي كلها فبراير وليت المدن كلها الكويت، عاد عيدك يا أحلى بلد. ومعنا الحين أيضا أول عرض حي الفنون التراثية بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، واللي أشاد بدوره وزير الإعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين. تفاصيل أكثر بها الفيديو من حساب وزارة الإعلام في منصة تويتر. احنا حضرنا اليوم الى هذا الصرح الثقافي الجميل بداية لإقامة هذه الأنشطة الثقافية اللي تعودنا عليها دائما، وهذه أتت بعد بداية انحسار جائحة كورونا. احنا أمانة نشكر الإخوان القائمين على هذا المركز، مركز جابر الأحمد الثقافي، على الجهد الكبير اللي قاموا فيه، واحنا من هالمكان أيضا يعني نجدد ونأكد دعمنا للإخوان القائمين على هذا المركز سواء في فترة الأعياد الوطنية أو غيرها من الأوقات. ما في شك ان اليوم انطلاق الاحتفالات الوطنيه وفي مركز جابر الاحمد وانطلاق هذه الفعاليات الثقافيه، وامانه احنا اليوم يعني نسال الله العلي القدير ان يعني يحفظ الكويت الحبيبه ويديم عليها نعمه الازدهار والنمو والتقدم في ظل قياده سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولي عهده الامين سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح. من حساب قطاع الأخبار والبرامج السياسية رصدنا تصريح مدير العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي حول الإجراءات الصحية الجديدة الخاصة بالمغادرة والعودة لمطار الكويت الدولي واللي اتخلط حيز التنفيذ يوم أمس الأحد. تم العمل في إجراءات أو غارات مجلس الوزراء والتي تم تعميمها من الإدارة العامة للطيران المدني على الفئات المكتملة التحصين وغير مكتملة والغير محصنة وفق الإجراءات وغارات مجلس الوزراء، وابتداء من أخواننا المحصنين إلغاء شهادة البي سي آر في حال قدومهم إلى مطار الكويت الدولي وإلغاء الحجر المنزلي عليهم، والفئات الأخرى منها الغير مكتمل التحصين يتم إلغاء البي سي آر والتزامه في الحجر المنزلي أسبوع، ومن وصول مطار الكويت الدولي وفي إنهاء والقيام في الفحص البي سي آر وفي حال خلوه من المرض او الفيروس يتم خروجه من ذلك. والفئه الثالثه اللي هي الغير مكتمله او غير محصنه هي تلتزم في الاسبوع المنزلي وحصولهم على شهاده بي سي ار قبل قدومهم الى مطار الكويت الدولي ب 72 ساعه، ومن ثم يوصل الكويت باليوم السابع يتم التزامه بالحجر المنزلي، وباليوم السابع يتم الفحص البي سي ار في حال خلوه من المرض والفيروس يتم خروجه من ذلك على حسب الشروط والأحكام غارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة في تطبيقها في حال قدومهم إلى مطار الكويت الدولي. أوميكرون قد لا يكون آخر متحورات كورونا، لذلك الحذر قد لا يكون واجبا فقط بل ضرورة حياة. الالتزام بالاشتراطات الصحية مسؤولية مجتمعية بالتزامات فردية وجماعية.
عيد يا كويت يا أحلى بلد، أنا لك غنيت بروح وجسد. ومع أعيادنا واحتفالاتنا الوطنية، الديوان الأمير يطلق مسابقة شبابية كويتية تحت شعار تفنن بكلماتك وأشعر بحب الوطن. طبعا هالاشتراك أو للاشتراك بهذه المسابقة رصدنا فيديو من حساب قناة كويتنا في منصة تويتر، نشوف معكم. تحت شعار تفنن بكلماتك وأشعر بحب الكويت، مسابقة شعرية وطنية تحت رعاية الديوان الأميري. كل الشعراء من الجنسين يتقدمون بقصائدهم للجنة المختصة بأبيات ما بين 10 إلى 12، وتكون مختصة بمضمونها وجوهرها عبر القافية والوزن، تعبير عن المحبة للكويت ككيان وأرض ووطن وانتماء، وللقيادة كرموز وحكام لهذا البلد العزيز. هذه المسابقة تزامن وأيام وأعياد واحتفالات الكويت بيومي الوطني 61 المجيد وعيد التحرير 31 الأغر، وستكون هذه القصائد محل اهتمام ومراجعة، وسيتم تكريم الشعراء الفائزين في هذه المسابقة. حفظ الله الكويت أميرها وولي عهدها وقيادتها وشعبها الوفي وكيانها وترابها من كل شر ومكروه، وإن شاء الله شعرائنا دائما مبدعين ومتميزين. حساب العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة في تويتر من أهم الحسابات التوعوية الصحية، ومن هذا الحساب رصدنا مقطع فيديو لاستشاري الغدد الصماء والسكر الدكتور وليد الضاحي، ويتكلم عن الأمراض المزمنة الغير معدية. نشوف معكم. نتحدث معكم اليوم عن الأمراض المزمنة الغير معدية. الأمراض المزمنة الغير معدية من أكثر الأمراض انتشاراً في العالم، وتسبب ما يعادل 71% من الوفيات في العالم أجمع. هذه الأمراض متعلقة بكثير من عوامل الخطورة في الحياة، منها تدخين، كحوليات، قلة الحركة، والأكل الغير الصحي. هناك عدة عوامل خطورة أخرى مرتبطة بهذه الأمراض، وهي ارتفاع ضغط الدم، زيادة الوزن، زيادة السكر، وزيادة الكوليسترول بالدم. هذه الأمراض المزمنة الغير معدية ممكن تفاديها بكثير من الخطوات العامة التي ممكن أن تأخذها الدولة وممكن أن يأخذها الإنسان بنفسه. الإنسان يجب أن يحرص على متابعة حالته الصحية، الإكثار من شرب الماء، التقليل من التدخين، والتقليل من عوامل الخطورة اللي ذكرناها. أما بالنسبة للدولة، فعلى الدولة إيجاد برامج مسحية اكتشاف هذه العوامل الخطورة مبكراً في المجتمعات، بحيث أن تقلل من نسبة الأمراض والوفيات بشكل عام. خبرنا القادم عن بطولات كويتية شبابية جديدة ترفع اسم الكويت وعلمها، وهالمرة مع بطل راليات مشاري الظفيري وحصوله على المركز الأول لفئة المركبات خفيفة الوزن والمركز الثالث في رالي باها الأردن. تفاصيل أكثر بهالفيديو من حساب موطني في منصة تويتر. تحت هاشتاغ العاصفة يونس تداول المغردون مقاطع عديدة للعاصفة المدمرة اللي أسقطت المارة في شوارع لندن من شدة الرياح، خصوصا وأن سرعتها بلغت 200 كيلومتر في الساعة، وهذا الأمر عطل حركة الطيران وأدى لقطع الكهرباء عن آلاف المنازل. الختام راح يكون في قصر باكنغهام لندن، ورصدنا هذه التغريدة المتداولة لإعلان القصر إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا، إلا أن الأعراض خفيفة ومن المتوقع قيامها ببعض المهام البسيطة.
وصلنا معكم للختام، نشوفكم باكر على خير بنفس هذا الموعد وفي أمان الله.